مثال: ليكن P2 هو الفضاء الاتجاهي الذي يتكون من جميع كثيرات الحدود من الدرجة الثانية. طبعاً كثيرات الحدود من الدرجة الثانية الشكل العام حقها A 2X تربيع زيد A1 X أس واحد زيد A0 اللي هو الحد المطلق، كثيرات الحدود من الدرجة الثانية. يقول لك هل كثيرتي الحدود T1 زائد 2T1 زائد 2T زائد 1 وكثيرة الحدود T2 زائد 2 تعتبر أو تولد كثيرة الحدود التالية T تربيع ناقص 2T زائد 3؟ طبعا متى تكون هاتين الثنتين P1 و P2 تولد Q؟ إذا وجدنا عدد حقيقي نضربه في الأولى وعدد حقيقي نضربه في الثانية، نجمعهم مع بعض يعطوني من؟ الـ QT، يعطوني الـ Q of T. طبعاً نشوف وش يصير. لكي تكون P1 و P2 مولدة أو مولدة للـ Q، لابد أن نجد أعداد حقيقية C1 C2، بحيث أن Q of T تساوي C1 عدد حقيقي يضربه في الأولى زائد C2 عدد حقيقي يضربه في الثانية. نفس القصة، أبعوض عن Q of T و P1 of T و P of P2 of T علشان أقدر أجيب قيمة من؟ C1 و C2. نعوض Q of T، هذه T تربيع ناقص 2T زائد 3، P1 of T هذه T تربيع زائد 2T زائد 1، و C2 في T تربيع زائد 2. طبعاً السي بضربها في T تربيع وفي الاثنين T وفي من؟ وفي الواحد. والسي 2 بضربها هنا وبضربها في من؟ في الاثنين، فتصبح بهذا الشكل. طبعاً الآن أباخذ الحدود المشتركة T تربيع C1 T تربيع وC2 T تربيع، بجمعهم مع بعض وأخذ T تربيع عامل مشترك، وش يبقى عندي؟ C1 زائد C2، وبعدين عندي الحدود اللي فيها تي 2 سي 1 وهنا ما في حد للتي، والحدود المطلقه سي 1 و2 سي 2، اجمعها مع بعض واخذ عوامل ايش؟ مشتركه اذا 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 احتجت الى ذلك. اذا اصبح عندي الطرف الايمن بهذا الشكل. طيب كثيرتي حدود متساويتين، متى تتساوى كثيرتي الحدود؟ اذا كانت العوامل متساويه، اذا كانت العوامل يعني معاملة تي تربيع يساوي معاملة تي تربيع، معاملة تي يساوي معاملة تي، الحد الثابت أو المطلق يساوي الحد المطلق. فهنا كم معاملة تي تربيع؟ ومعاملة تي تربيع هنا بكم؟ بواحد. إذن ينتج عندي معادلة الأولى سي 1 زائد سي 2 تساوي من؟ واحد. طيب كم معاملة تي هنا؟ 2C 1، 2C 1، إذن 2C 1. معاملة T هنا بكم؟ إذن تساوي سالب 2. طيب هنا الحد المطلق كم؟ C 1 زائد 2C 2 تساوي الحد المطلق هنا كم؟ 3. إذن سينتج عندي هذه الثلاث معادلات من مساواة المعاملات. طبعا هذا نظام خطي، هذا نظام خطي. ممكن أكون المصفوفة الممتدة لهذا النظام الخطي، ستصبح بهذا الشكل: واحد 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 هذا هو الصف الأول، اثنين صفر سالب اثنين هذا الصف الثاني، وهذا الصف ايش؟ الثالث، وهذا الصف الثالث. إذا حلينا هذا أصبح عندي المصفوفة الممتدة. إذا حلينا هذا النظام بطريقة تجاوز للحذف، بتطلع عندي C1 تساوي سالب واحد وC2 تساوي اثنين. إذا هل P1 P2 تولد الـ Q of T ولا ما تولد؟ تولد، لأني استطعت أن أوجد قيمة من الـ C1 والـ C2 والـ C2. أيضا هنا نفس النظام، دخل جوالك يا سراج،
هنا بنفس النظام لاحظ اني وش سويت؟ عوضت عن q of t و p of t و p 2 of t وضربت وبعدين ساويت المعاملات وطلع عندي نظام خطي، وهذا النظام الخطي طلعت له ايش؟ المصفوفة الممتدة، ومن المصفوفة الممتدة اوجدت الحل. بنفس الطريقة ما في داعي، بنتعلم طريقة الآن، ما في داعي انك تعوض عن كل هذه التعويضات، وانما تستطيع انك توجد ايش؟ المصفوفة الممتدة مباشرة. طبعا هي بنفس المفهوم اللي طبق اللي شفناه. ها ماني فاهم ايش تقول. اقول الاكس في العمود الاول. اي لا ما هو بالاكس، يقول لك نلاحظ ان ملاحظ ان المصفوفه الممتده التي حصلنا عليها في المثال السابق ما هي الا المصفوفه التي عمودها الاول من معاملات P1، العمود الثاني معاملات P2، والعمود الثالث معاملات من الكيو. لاحظ ان في العمود الاخير نحط من الشيء اللي احنا بندرسه، هل 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 هو يولد بـ بـ هل هو تركيبه خطيه من البقيه او لا. ف الكثيرات الحدود اللي عندي كانت بهذا الشكل. كم ما هي المعاملات هنا؟ واحد واثنين واحد، احطها كعمود اول. هنا المعاملات كم؟ واحد والصفر واثنين. ليش صفر؟ لان ما في تي. هنا العمود الثالث وش بيكون؟ وسالب اثنين وثلاثة. هذه هي المصفوفة الممتدة، هذه هي المصفوفة الممتدة.